البروجكت العنوان بتاعنا Add Life to the Result Photos. احنا الفكرة بتاعنا أو الستيتمنت بتاعتنا عبارة عن احنا تيم كابتن مش عارف في الأول، يعني في الطريقة كان الشاري جملة مشهورة بتقول إن Colors mean everything. يعني تخيل كده مثلا إن أنت الميموريز بتاعنا كنا مثلا بنخزن علينا الذكريات بالأبيض والأسود، فهي less meaningful كده. فهي الألوان بتضيف للصور وبتضيف للذكريات المعنى، أو إن هي تبقى more relative كده. فاحنا مثلا لو عندنا ذكريات قديمه، ذكريات قديمه او صور قديمه او ذكريات قديمه وكده، لما نطلع الصور ده تفرق كتير قوي، ان هو يخليها مور ريلاتيف وكده، وان هي تخليها مود ميشنال وكده. فاحنا فكرنا ان احنا نقدم سيرفيس شبه كده، ان احنا نقدم سيرفيس ان هي تحول الاولد ايمج اللي احنا بعد كده هنقول عليها جري ايمج في البرزنتيشن بعد كده لمودرن ايمج. مودرن ايمج هي هنقول عليها كالرد ايمج، تمام؟ وده هيخلي الصور مور لايف، او عندها لايف كده، مور رياليتي وكده. عشان نعمل حاجه زي كده او نقدم سيرفيس زي كده، محتاجين كذا مديول، محتاجين كذا ستيب بنعدي عليه. فاحنا البروجكت بتاعنا كان عباره عن 4 مديولز. اول حاجه احنا محتاجين نفهم الاول السيرفيس دي بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه. السيرفيس بتاعتنا هتبقى عباره ان هي سيرفيس بتاخد صوره تديك الصوره بتاعتها كالرد على قد ما لكنها قريبه للحقيقه. فاحنا اول حاجه احنا محتاجين داتا نترين عليها الموديل بتاعنا ان هو يتعلم منها ازاي يعمل كرر للايمج دي. فاحنا محتاجين داتا، واللي هيقوم بجزء الداتا باشمهندس محمد سيد هو السوبرفايز بتاعه. بعد كده محتاجين حد يعمل موديل والانترفيس اللي هيتعامل بين اليوزر وكده، اللي هيعمل موديل والانترفيس وكده انا علي حسام. بعد كده محتاجين نعمل ديبلويمنت عشان نخرج البروجكت بتاعنا من حيز اللوكال، ان هو اي حد ممكن يستخدمه تبقى سيرفيس موجوده وكده. بعد كده محتاجين اللي هي الحته بتاعت الديبلويمنت اسلام هاني هو السوبرفايزر بتاعه، ام ال فلو بعد كده عشان نتريس الموديل بتاعنا البارامتر بتاعته، التطور بتاعه هكذا ازاي نحسن فيه وازاي نطور فيه كده، والسوبرفايزر بتاعه يبقى عبد الله مكي. ملحوظه بس قبل ما نبدا، هو احنا كلنا اشتغلنا تقريبا في كل معظم الاجزاء، لكن كل واحد كان مسؤول عن بارت ان هو يخطط لي يهندل دي ويدينا اوامر بتعمل فيه ان هو يشتغل فيه، تمام؟ اول حاجه جزء الداتا هنتكلم فيه باشمهندس محمد سيد. اتفضل. السلام عليكم، سامعينك كده؟ عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. هتكلم انا على البروسيس بتاعه الداتا بريباريشن والاوجمنتيشن تكنيكس اللي احنا استخدمناها يعني عشان نحسن البرفورمانس بتاع الموديل ليرنينج. تمام يا هندسة، كمل بعد محمد. كده سامعني؟ عندي سؤال. اتكلم كده. تتكلم بالراحة خالص عادي، اتكلم على الجزء اللي انت عملته في البروجكت من غير اي توتر. اتكلم عن البروسيس بتاعت الداتا بريباريشن والاوجمنتيشن تكنيكس. احنا عملنا الحاجات دي عشان ايه؟ نحسن البرفورمانس بتاعت الموديل. وهي احنا الموديل بتاعنا هو ديزاين موديل عشان يكالرايز الجري سكيل لاند سكيب ايمج، والايمج ديت كالرايزيشن يعني بنيد هاي كواليتي تريننج داتا سيت عشان يعني يتنبأ بدقة ألوان الجري سكيل بدقة يعني. إيه بقى الداتا بريباريشن دي؟ هي ستراكشر نستخدمها عشان نلود البروسيسنج والأوجمنتيشن والفيجواليزيشن بتاعة الداتا، والهدف منها ما بيبقاش بس اللي هو إن إكسباند الداتا أو نكبرها، وإحنا بس بنعملها عشان يعني نكبر الداتا سيت، مش جميل يا بنعملها عشان باشمهندس، نكبر الداتا سيت. جميل يا هندسة، جميل. يعني انت بس انت دلوقتي انت محتاج عشان البروجكت بتاعك محتاج داتا صور، تمام؟ جبت الداتا الصور وبعدين عملت عليها شوية بري بروسيس واوجمنتيشن، تمام؟ طيب كمل يا هندسة ومن غير توتر خالص عادي، انت بتتكلم انت قاعد في بيتك وبتتكلم، متوتر ليه؟ بهدوء خالص، كمل يا باشا زي الفل. يعني الهدف من الداتا بريبريشن دي مش بيبقى اللي احنا نكبر الموديل بس، احنا بنعمله جميل برضه عشان الموديل يتدرب على كذا سيناريو مثلا
بحيث اللي هو يجنرايز ما يبقاش حافظ بس يعني. صح، حلو، كلام جميل، كمل. كده هنخش في الداتا كوليكشن واللود. اصلا الداتا عباره عن ايه؟ عباره عن كالورد ايمجز بتبقى يعني عشان هي اللي هنديها للموديل ويتدرب عليها. كالورد ايمج ديت بتبقى من فورمات اللي هي ار بي جي. في جزء تاني نفس الكالر ديت بس بلاك اند وايت، دي اللي هتكون الانبوت بتاع الموديل. جميل، بعد كده اول حاجه كانت حاولنا نظبط حجم الداتا في الاول، اللي هو كانت الداتا كبيره قوي بحيث الميموري الميموري ما كانتش قادره تستحمل. خلينا الليميت بتاع الصور 2000 صوره بس. بعد كده عملنا شوية بروسيسنج عليه. ايوه. ايه هي البروسيسنج والحاجات دي؟ ابدأ ادخل بقى في اللي بعده. ماشي، عملنا البروسيسنج. أول حاجة عملنا ريسايزنج للإيميج، كل الصور هنخليها بنفس الحجم اللي هو الستاندرد، يعني اللي هو 256 في 256 بيكسل. نعم، ماشي. وبعدين عشان ننشر يعني الانفورماليتي اليونيفورماليتي اللي هو على الداتا، يعني بس اللي تبقى كلها نفس البتاع. تمام. طب عملت عشان ايه تاني النيورال في نتورك الايمجز يا باشمهندس؟ عملت بلورنج، عملت شاربنج، عملت كوب، عملت زوم، عملنا عملت ايه؟ نورماليزيشن. ماشي، هتيجي كده. طب ماشي، مستنيه. عملنا نورماليزيشن عشان نخلي البيكسل رينجت من صفر لواحد، عشان جميل، نخليها يعني على نفس السكيل عشان الموديل ما يديش لحد أهمية أكتر من التاني. ماشي. بعدين بعد اختلنا في الأوجمنتيشن، عملنا ثلاثة أوجمنتيشن. عملنا مثلا هي للكونتراست أدجستمنت اللي هو التباين، عشان هنغير يعني السطوع هنغير السطوع والداركنس بتاعت الصورة طب عشان انت نخليه عملت يعني الشروق اوجمنتيشن اللي. ازاي؟ انت عملت نعم؟ اوجمنتيشن ازاي؟ عملت اوجمنتيشن ازاي؟ بروف اوف لو عادي، ولا عملت في ايمج جنريتور، ولا عملت ازاي يعني الاوجمنتيشن ده؟ لا، احنا عملناه الايمج جنريتور عادي اللي هو بالكود بتاع البايثون. هو انتوا جبتوا الصور منين اصلا؟ جبتوا الداتا منين؟ هو على هيتكلم على جبنا التمرين دي، بس هو احنا جبناها من كاجل عادي، من كاجل اللي هي لاند سكيب ايمج. تمام، ماشي يا باشمهندس، ماشي. عملنا اوجمنتيشن للداتا، بعد كده عملنا ايه؟ الاوجمنتيشن دي كان عباره عن الكونتراست ادجستمنت اللي هو هنغير السطوع والداركنس بتاع الصوره بحيث نحاكي الظروف الاضاءه المختلفه يعني. ماشي يا باشمهندس، يعني الصفحة دي مفهومة، يعني عاوزين ندخل في اللي بعده. تمام. بس وعملنا تمام، بعد كده انتجريشن كومباين للداتا ديت مع الداتا الاصلية. تمام، جميل. طب اللي بعد كده ايه بقى يا باشمهندس؟ بعد ما خلصنا كده عملنا ايه بعد كده؟ بس هندسة، هنخش بقى على الفكرة ان كده. احنا الاول خلي معاك. او اول حاجة احنا بس عشان نوضح النقطة، احنا عملنا بريبروسيسنج للايمج اللي احنا جبناها. الداتا سيت بتاعتنا كانت 7029 بوينت، اللي هو ايمج بير الجري سكيل بتاع الايمج والكالر بتاعها. تمام. احنا ليه عملنا اجمنتيشن؟ احنا ما كناش محتاجين اجمنتيشن عشان الداتا سيت كانت انف اصلا، لكن عشان نحاول نهندل الافكار المختلفه اللي ممكن نطبقها، زائد ان احنا نخلي مثلا ايه الصور اللي موجوده عندنا في الداتا سيت كلها معدوله، فاحنا مثلا عايزين نعرض الموديل لديفرنت سكيلز من الصعوبه وكده. فالاجمنتيشن اللي احنا عملناه كان عباره عن ان احنا مثلا جبنا داتا وعملنا لها فلوب او راندوم كروب او مثلا بلور او حاجه شبه كده عشان نعدل الحته دي، يعني دي التريننج بتاع الموديل. احنا في الاول استخدمنا 2000 داتا، 2000 داتا بوينت. طب ليه استخدمنا 2000 داتا بوينت؟ احنا في الاول اصلا لو تفتكر احنا اول شغل عملناه، يعني دي كانت اول بنش، اول تجربه، احنا كنا عاملين على 1000. تمام. جينا نجرب نطلع بال 3000، الرام دامج خالص، يعني الرام بتاعت الجي يو اي دامج. احنا استخدمنا النهارده هنا جي بي يو 100، بي 100
هنا استخدمنا جي بي اعلى، جي بي اعلى شويه، جي بي 2 4 وبرضه ما خدش كده. فاحنا جربنا ننزل بالداتا لحد 2000 عشان الرام تستحمله كده. بعد ما عملنا ريبروسيسنج الداتا، عملنا سورت دي عشان نتاكد ان نعمل لهم بيرد وكده. بعد كده عملنا الامبلمنتيشن اللي محمد اتكلم عليه، ان هو مثلا جرب نكروب راندوم كروب، بعد كده نملى البيكسلز الفاضيه ببلورز او اي حاجه شبه كده، نجرب بلورز. يعني مثلا دي صوره نفس الصوره هنا، عملنا امبلمنتيشن هتلاقي كروب مختلف، يعني دي بدل من كوردينيت مختلفه، وهتلاقي فيها بلور من تحت، البلور ما يكونش واضح، بلور من تحت هنا، يعني دي البيكسلز ممكن ما تكونش موجوده، هو عمل لها اكستند بس. تمام. امبلمنتيشن احنا عملنا امبلمنتيشن، خدنا 100 داتا بوينت بس وعملنا لهم امبلمنتيشن عشان الفايل، عشان الصور والامبلمنتيشن بتاعها بيقعد وقت كتير وكده. فاحنا مثلا عملنا ال 100 داتا بوينت امبلمنتيشن، خدناهم 400، بعد كده الداتا سيت بتاعتنا كلها اللي هنشتغل عليها 2400. يبقى احنا كده خلصنا النقطه بتاعت الداتا والبري بروسيسنج. بعد كده احنا عندنا داتا ست جاهزه، المفروض بقى نبتدي شغل عليها. عشان نشتغل عليها احنا لقينا حاجه جميله جدا اسمها الجانس. اولا هي الجانس يعني ايه؟ جنرال ادفيرسال نتوركس. دي بتعتمد ان هي بتاخد جنرال ايميج ايه؟ مش جنرال جنريت معلش؟ ادفرسايل نتورك. جنريت عادي كونديشنال. تمام. الجانس ده بيعتبر ان هو بياخد انبوت ويطلع انبوت، ممكن يبقى ايمج تو ايمج او ايمج تو تكست على حسب. النوع اللي احنا استخدمناه بالذات من الجانس، الجانس هو الكونديشنال جانس. ايه هو الكونديشنال جانس؟ او ايه الفرق بينه وبين الجانس العادي؟ الجانس العادي بيبقى اكنه فضفاض شويه، بيبقى الدخل والخارج بيبقى ويدلي رينج. تمام. انما السي جانس او كونديشنال جانس بيستخدم ان انا بدي كونديشن للجنريتور وكونديشن للديسكريمنيتور كمان. تمام. هو الجنريتور اصلا الديسكريمنيتور، الديسكريمنيتور ده او الجنريتور عامه بياخد اوتبوت وبياخد نويز معينه بيحاول يطلع داتا، وطبعا الداتا دي بتبقى فيك، فهو الديسكريمنيتور بيشتغل ان هو يحاول ان هو يديتكت هي الداتا دي فيك ولا مش فيك، وبيدي فيدباك للجنريتور عشان يديفلوب كده. تمام. طب افرض الديسكريمنيتور غلب الجنريتور كتير، دي هتحصل اللي هو موديل كلابس او كلابس. تمام. طب مثلا انا اعرف ازاي الجنريتور بيقيم نفسه؟ الجنريتور بيقيم نفسه او الجانس عموما او السي جانس بيقيم نفسه عموما عن طريق حاجتين، او الادفيرسال لوس، الادفيرسال لوس، وكمان ال 1 لوس. بس هو هنا في السي جانس او البيكس تو بيكس جانس اللي احنا استخدمناه، عمل كومبينيشن ما بين الاثنين عشان يحسب اللوس بتاع الجنريتور. تمام. في نوع تاني من انواع الكونديشنال جانس اللي هو السايكليك جانس، بس احنا هنا استغلنا اللي هو البيكس تو بيكس عشان نعمل الموديل بتاعه. تمام. الحته اللي احنا اتكلمنا فيها انه الجنريتور بيكريت الايمج، الديسكريمينيتور بيحاول يديتكت هي فيك ولا ريل. تمام. وبعد كده الادفيرسال لوس، الادفيرسال لوس وال L1 لوس اللي احنا اتكلمنا عليها، وساعات برضه بيستخدم ال L2 لوس في بعض الاحيان برضه. بعد كده ده التارجت بتاعنا، ان احنا نخرج input لاوت. تمام. احنا اول حاجه عملنا موديل مبدئي، اشتغلنا على ال 100 على 1000 داتا سيت، بعد كده عملنا امبلمنتيشن للجنريتور بتاعنا، وده الريبريزنتيشن بتاع الجنريتور بتاعنا. بعد كده عملنا امبلمنتيشن للديسكريمنيتور، عملنا بلوت للديسكريمنيتور، بعد كده ابتدينا تريننج الداتا بتاعتنا. عملنا تريننج في 100 ايبوتش. تمام. بعد كده عرضنا شوية، لو حضرتك لاحظت هتلاقي في هنا نويز في الأول ايمج، نويز في تاني ايمج، النويز دي كانت متكررة، فدي من المشاكل اللي قابلتنا موضوع النويز. ده كان الموديل فيرجن في 1.01، أول فيرجن عملناها. بعد كده عملنا له داونلود عشان نستخدمه في البيرميت. لكن بعد ما عملنا مثلا، بعد ما عملنا اجمنتيشن وزودنا الداتا سيت الداتا بوينتس ل 2000 تقريبا، طلعنا بالداتا بوينتس للبيرف، النويز دي تقريبا اختفت، نفس السيكونس اللي تبعناه في الخطوات. لو لاحظت هنا الويتش خد وقت اقل عشان احنا غيرنا الجي بي يو، الجي بي يو كان اعلى شويه اللي هو اعلى من اللي فات يعني. الايربوك. اوكي. تمام يا ايه؟ باشمهندس،
سامعاها ايه؟ مش فاهمة يا عمالة بتقول ايه الايبوتش دي؟ الايبوك. اوكي تمام اللي يا هي بوك باشمهندس. هنا اقل شويه، رغم ان الناس اللي داتا بوينتس ضعف ال ضعف في الفيرجن اللي قبليها، دي فيرجن في 1.02 ضعف في الفيرجن اللي قبليها، لكن التايم تقريبا اقل تلتين، اقل تلت عشان طبعا الجي بي يو، عشان تمام. وعملنا داونلود للفيرجن بتاعي، فلاحظنا هنا تقريبا في تقريبا كانت نفس الصوره اللي هناك، والنويز تقريبا اختفت، والخمس صور طلعوا من غير نويز. تمام، وبعد كده عملنا داونلود للفيرجن بتاعتنا عشان نستخدمها. تمام كده خلصنا من حته الكود. احنا بعد كده كنا عايزين نعمل حاجه اللي هو اليوزر، يعني الحاجه تنتراكت مع اليوزر وكده. احنا عشان ننتراكت مع اليوزر ممكن نعمل حاجه زي مثلا deployment using Azure وهكذا، ولكن كنا عايزين نجرب تصميم مبدئي، فاستخدمنا الفلاسك. الفلاسك هو استخدمناه عشان نربط نقدم السيرفيس عن طريق ويب سايت. تمام، اول حاجه احنا زي ما قلنا لحضرتك، احنا ده الفيرجن، ده الجنريتور موديل الفيرجن 1.01 وده ال 1.02. تمام، عشان بس يكون الفرق واضح بين التو فيرجنز، فدي صوره كانت بالفيرجن v1.01 ودي كانت صوره بال v1.02. النويز اقل تقريبا، الدقه اقل، نسبه الخطا اقل، يعني الاكيورسي هنا كانت تقريبا حاجه و60 و60 تقريبا، هنا طلعت ل 76 تقريبا. تمام، والنويز برضو قلت، يعني قلت تقريبا للنص، ده فرق التوب فيرجنز. تمام، نرجع تاني للفاست ابلكيشن بتاعنا. ومش احنا عملنا داونلود داونلود الموديل بتاعنا. انا في الاول كنا شغالين بالفيرجن اللي قبليها، بس دلوقتي شغالين بالفيرجن الاولاني. ممكن ابقى اوريكم الفرق عادي الغلط حصل يعني. بس يعني بعد كده احنا عملنا ريندر للريزلتس على ويب ابلكيشن عشان نقدر نشوف. اوكي اوريكم الريزلت. ده الانترفيس بتاعنا، هو بيعرض لليوزر ان هو يابلود ايمج ويرد عليه بايمج. تمام، مثلا انا هجرب الايمج دي، مثلا الثلاثه دول لسه منزلهم قبل النهارده، يعني مثلا لو اديت مش عارف اديت ده ولا لا، يعني لو تشيك ديت ممكن انزل واحده راندوم تاني. هي دي الصوره اللي كانت باينه في البرزنتيشن، هو بيحاول بيرد عليه بصوره كلرايزد وكده. تمام، يمكن نجو باك نجرب واحدة كمان. هي فين الصورة الأصلية أصلا؟ الصورة الأصلية هتبان لو احنا مثلا رجعنا لكاجل، هتشوف الصورة الأصلية هنا عشان دي ترين الداتا سيت، انما احنا انتقلنا هنا. لا انا قصدي مش انت بترفع دلوقتي صورة بتبقى عبارة عن جري وهي بتتحول الى كلاريزد؟ احنا زي ما قلنا، احنا السيرفيس اللي احنا بنقدمها ان مثلا نجيب ميموريز قديمه، صوره قديمه، نحاول نكلرايز طب الصوره ماشي، دي. وريني الصورة فاحنا الاصلية اللي انت جبتها ازاي هنرجع؟ بتعملها ابلود دي. الايمج اللي احنا جبناها عشان تيست بيها ان الموديل ما شافهاش قبل كده، جاست ان احنا كتبنا على جوجل بلاك اند وايت ايمجز بس. يا ابني وريني الصورة الأصلية اللي أنت بترفعها دلوقتي، اللي أنت تعملها أبلود دلوقتي على الموديل. مش كلرايز يعني عشان ماشي وريها لي، المفروض أصلا تعرضها هنا في الصفحة دي. تري زيرو اهي، تري تسلا زيرو. بس قصدك على الفيرجن لو هنا منها؟ مش دي اللي أنت بترفعها دلوقتي بتعمل لها أبلود على الفلاسك؟ ايوه هي دي، دي الجريب بتاعها. طيب المفروض ان انت بقى يعني الصورة دي تعرضها قدام الناس، يعني تعرض له الصورة القديمة والجديدة. تمام، احسن فعلا. ماشي. هذه الصورة الأصلية. دي صورة الموديل أول مرة يشوفها. جميل. كده احنا خلصنا الحتة بتاعت عملنا الكود ازاي، وصلنا له هنا ازاي، وخلصنا كده
احنا كده يعتبر حته التارجت بتاعنا ان احنا نحول صوره من جراي لكلر. تاني نقطه تانيه هي حته بقى الديبلويمنت، ايجر ديبلويمنت، وبعد كده الام ال ديبلويمنت. الايجر ديبلويمنت هنتكلم عنه اسلام، بعد كده هنتقل ام في ال فلو وانا وعبد الله ان شاء الله. اتفضل يا استاذ باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلطان، تمام احنا اتفضل. دلوقتي هنتكلم عن deployment، هنتكلم باي ايجور. هو ايه ايجور اصلا؟ هو ايجور هو عباره عن مجموعه من السيرفيس اللي بتقدمها مايكروسوفت، زي مثلا بتقدم لي حاجات مثلا زي الكلاود او اداره الابلكيشن بتاعتي او قواعد بيانات، وبتزود لي مزايا تانية زي مثلا السيفتي، واهم حاجه فيها واهم ميزه فيها اللي هي بي اس جو، يعني مثلا هتدفع للخدمه اللي انت هتستخدمها. ايه اهميه ايجو في البروجكت بتاعنا؟ استخدمنا في ايه؟ احنا ال هو رن وشغال بدل ما احتاج سيرفر تقليدي يعني وكده. وكمان فيها حاجة اسمها اللي هي سيرفيس ليس، اللي بتوفر عليها تكاليف ان انا بستخدمها، لاني بدفع بس لما بستخدم الخدمة. وفي حاجة اسمها الاوتو سكيلينج، اللي هي بتوسع تلقائيا مع زيادة في الطلب. وكمان بقدر اخزن عليها الصور بدل ما، لان في حاجة اسمها ايجور سيرفيس، ايجور ستورج. والامان اللي هي بقدر اتحكم في بتحكم مين اللي يقدر يوصل للاي بي اي بتاعي. وبستخدم اللي هي من حيث بستخدم فيها الايجور دايركتوري، وبقدر احمي البيانات بتاعتي عن طريق التشفير والتحقق من الهويه بتاعتي. وبعد كده استخدمنا فيها حاجه اسمها المونيتورنج. المونيتورنج الجديد بقدر اتبع اداء الموديل بتاعي، بشوف الاكيرسي بتاعته عامله ايه، والاخطاء بقدر اكتشف الاخطاء بتاعته، بحيث ان اقدر اعدل في الموديل بتاعي واحسن فيه يعني مع الوقت. ايه السيرفيس اللي انا استخدمتها في ايجور؟ اول سيرفيس استخدمتها اللي هي ايجور فانكشن. دي بستخدمها لو انا بستقبل صوره من اليوزر، بحملها عنده، وبعد كده بقدر اعمل لها بعالج الصوره وبالموديل بتاعي اللي انا رفعته، وبعد كده بخرج الاوت بتاعي. بتوفر عليا ان انا ما استخدمتش سيرفيس خارجي او حاجه، هي السيرفيس بتاعتي هي اللي وفرتها. والسيرفيس الثاني اللي انا استخدمتها اللي هي الايجور ستورج، بتخليني اخزن ملفات كبيره وزي الصور اللي بدخلها من اليوزر، والصور اللي هي الجنريتد نفسها، واللوج ان اللي هو الطلبات بتاعتي بتاع اليوزر اللي عملوها على الابلكيت، على المفروض على الالجوريزم بتاعي والموديل بتاعي. وكمان بتوفر ليا الامان للسيرفيس بتاعتي اللي هي بتشفر لي الداتا في النقل والتخزين بتاعتي، والتخزين فيها مرن جدا يعني. اخر سيرفيس استخدمتها في ايجور اللي هي الايجور مونيتورنج، اللي هي بتوفر لي رؤيه تفصيليه عن مين يستخدم الموديل بتاعي، ومين يستخدم الاي بي اي بتاعي، ويستخدمه ازاي وامتى، وبتديني نوتيفيكيشن لو في ايرور عندي في الموديل او كده. المشكله اللي قابلتني فيها ان احنا كنا عايزين نعمل ويب انترفيس او يوزر انترفيس، بس ما قدرناش نعمل لاب ايجو لمشكله الوقت. ومشكله تانية ان احنا ما كانش عندي باك جراوند كويسه باللي نعملها بويب او كده، بس عملناه يعني بفلوكس عادي اللي هو عالي عرضه من شويه، بس حاولنا نعملها بإيجور ما عرفناش يعني ما قدرناش. يعني انت حاولت ان انت بس تقريبا جربت يعني تشتغل سيرفيس ولا ايه؟ يعني انت السيرفيس اللي انت قلت لي استخدمته استخدمتها موجود عندك في الصور هنا في السلايد شايف اصلا. لو علي كبرها بس. لا الصورة الأولى يا متى يعني. طيب هو احنا مش اكيد مش هنجربها دلوقتي يعني ولا ايه؟ فيها مشكلة؟ الانترفيس بتاعتي حصلت مشكلة، ما قدرتش اعملها، ما قدرتش اشغلها. احنا هندسة اخر حاجة وصلنا لها ان
كنا عايزين نرفع السيرفيس بتاعتها في اللي هو الموديل ذات نفسه على الجيجو، فدي قابلت مشكله في الكريدت وكده. حاولنا تقريبا في 3 ايام متواصله، اللي هو اخر 3 ايام برضه كنا بنعمل نفس المشكله، ان هو ان احنا هي عايزين مشكلة كريدت كده الفلوس تقريبا، مدفوعه. زي كان عايز $200 تقريبا، واحنا الاكونت اللي معانا $100 بس، ما قدرناش نعملها. هي دي اخر حاجه وصلنا لها في الايجو. كملنا بقى الام ال فلو مع الفلاسك اللي احنا عملناه. ماشي بعد كده بارت الام ال فلو. اتفضل اعتذر. السلام عليكم سلطان، أنا أتكلم معاكم عن المشين ليرنينج فلو. أول حاجة، إيه هي المشين ليرنينج فلو؟ المشين ليرنينج فلو عبارة عن أوبن سورس بلاتفورم اتصممت عشان نعمل مانجمنت لللايف سايكل بتاعة المشين ليرنينج موديل بتاعنا. فهي بتعمل لي سمبليفاي أي اكسبيرمنت عملتها على الموديل بتاعي، زي ايه؟ زي مثلا الليرنينج ريت، عملت اللوس فانكشن وهكذا. وبعد كده ممكن تعمل لي سيمبليفيكيشن كمان لايه؟ للموديل فيرجن بتاعتي، يعني ممكن استخدم كذا فيرجن على الماشين ليرنينج فلو. وعملت لي برضه الديبلويمنت بتاع الموديل بتاعي اللي اشتغلنا عليه. تاني حاجة، ليه استخدمنا الماشين ليرنينج فلو؟ أول حاجة عندي التراكنج. التراكنج يعني ايه؟ اللي انا بعمل لوك لاي اكسبيرمنت زي ما قلنا، زي الليرنينج ليت، زي اللوس فانكشن، زي عدد الايبوكس وهكذا. تاني حاجه، المودلز اللي احنا بنعمل لود، نرفع الموديل يعني بتاعنا وبنسيبه. تالت حاجه، وهي الريجستري اللي احنا بقى ممكن نعمل مانجمنت على كذا فيرجن للماشين ليرنينج موديل بتاعنا، زي ما احنا عملنا تو فيرجنز اللي علي اتكلم عنهم، واحد اللي هو الاول حاجه خالص، بعد كده عملنا زودنا عليه الاوجمنتيشن وكبرنا عدد الصور ل 2000. فجينا بقى الماشين ليرنينج فلو بتاعنا في البروجكت، عملنا ايه؟ اول حاجه عملنا ترين للموديل بتاعنا، وبعد كده بقى عندنا تو فيرجنز. فاحنا عندنا بقى نستخدم ماشين لينك فلو. ليه نستخدم ماشين لينك فلو؟ عشان زي ما قلنا التو فيرجنز، فاحنا بدل ما نعدل على الكود كل شويه نغير الكود القديم، ممكن الكود ما يشتغلش، ف مش هنعرف نرجع الكود القديم يعني. فاستخدمنا الماشين لينك فلو ونرفع عليه التو فيرجنز بتاعتنا، وممكن ندمج ما بينهم ونعمل انتجريشن. المشكله اللي قابلتنا لما جينا بقى نستخدم الماشين ليرنينج فلو، وهو الجيت جيت هاب، اللي هو احنا محتاجين نعمل كونفدريشن بين الجيت هاب والفلاسك اللي علي كان بيتكلم عليه من شويه، عشان على الاقل ان احنا نقدر نعمل ديبلويمنت لوكال في الجهاز بتاعنا يعني، ف زي اللي هو الباي شاورما عادي. وبعد كده بقى عملنا ايه؟ الكونفرجن بتاعت الماشين ليرنينج موديل رفعناها على ماشين ليرنينج فلو. بعد كده عملنا كذا فيرجن وبنختار منها بقى زي الصورة دلوقتي الموجودة، عندنا التو فيرجن اللي هو فيرجن 101 و 102. ال 101 زي ما قلنا كان بيطلع لنا بيكسلز في الصورة نويز، فلما عدلنا على الفيرجن التاني بتاع الموديل اللي هو داتا اوجمنتيشن، عددنا وزودنا عدد الصور، ده حسن لنا من اول شويه قال العدد الناس. ماشي يا رب. ممكن نعرف بس ال ايميل فلو في الكود بتاعنا؟ أول حاجة عملنا سيبريت سكريبت عشان نخزن الموديل بتاعنا اللي هو الموديل الأولاني الفيرجن، خزنا الموديل بتاعتنا احنا. بس ممكن المشكلة اللي كانت ممكن تخلي الموضوع أحسن شوية، إن احنا نبدأ الـ ML flow من أول التريننج وكده عشان يخزن الـ object بتاعنا والـ data parameter وكده.
عشان احنا كنا معتمدين ان احنا في الاخر هنشغلها بايجو وهنخلي الام ال في وزن نفسه على ايجو كمان، لكن حصل مشكله بايجو فاحنا استغربنا الموضوع وكملنا ام ال فلو لوكالي برضه. تمام، فاحنا اول حاجه عملناها ان احنا خزننا المودس بتاعتنا في كان بارامتر نحولها، بعد كده عملنا لها ابلود على الام ال فلو بتاعنا. تمام، هو كان لسه موريها لنا دلوقتي يا باشمهندس الانترفيس بتاعت الام ال فلو انت اه بتجيبها. سكرين، انا كنت عايز اوريها لكم انتراكتيف بس عشان بس تمام عشان الوقت. ايه خلاص، هي تقريبا دي اخر حاجه، بس هي السيرفيس بتاعتنا دي الفيرجن الاولانيه ودي الفيرجن الثانيه. ودينا المميزات برضو اللي عبد الله ممكن يكون نسي يقول لها، مثلا انا عملت مثلا عايز ابدل دلوقتي بالفيرجن وفيرجن، مش محتاج اعدل في الكود، انا ممكن بكل بساطه اعدل في الفيرجن اللي ضايفها. يعني مثلا الموديل ده انا كنت جربت اضيفه في تو موديلز، تيست 1 كنا بنجرب الام ال فلوس نفسه والموديل بتاعنا. لو رحنا الموديل بتاعنا هو هنلاقي في تو فيرجن، الفيرجن الاولانيه والفيرجن الثانيه. تمام كده نقدر نعمل له تريس، نقدر نبدل ما بينهم من غير ما نضطر نرجع للكود كده. بس كده خلصنا المين بارس بتاعتنا. بس كده ماشي يا شكرا. هو بس تعقيب بسيط، يعني لما تيجي تعرضه مشروع لأي حد، مشكلة. البرزنتيشن مش واضحة خالص والصور مش واضحة خالص، يعني أقل حاجة يعني الفونت والتكست والحاجات، اختيار الحاجات ديت اختيار، حط لي مثلا 4 صور مع بعض في برزنتيشن واحدة، فالمفروض انتوا يعني تخلوا بالكم من الحاجات البسيطة دي ماشي، عشان بس لو انتوا تعرضتوا لأي حاجة بعد كده. اوكي كمان برضو الكود ما يبقاش مضمون في البرزنتيشن قد كده، يعني انا مش انا قلت لكم ان انا عايزه برزنتيشن اي حد يفهمها، مش شرط ان انا تدخل توريني كود. احنا اوكي ماشي اشتغلنا على الكود سوا، بس كنت توريني برزنتيشن واضحه، مش عايزه اشوف كود. ايوه، المفروض الموديل ده كان يتشرح في البرزنتيشن نفسه، كان يقول كل الستبس بتاعته والحاجات دي. هو كل التعقيد دلوقتي على البرزنتيشن، لكن بس لكن الشرح يعني بس احنا بقى 3 ايام مع الايجر وكده، فالبرزنتيشن بس هي اللي اخترنا فيها يعني عشان الايجر تعبنا جدا يعني. ماشي، يبقى خلي بالكم يعني دي مش طبعا مش احنا يعني مش هنحاسبكم على حاجه زي كده، بس انا بقول لك يعني خلي بالكم بعد كده لو جيت شكرا تتعاملوا، لحضرتك جدا يعني. لو جيت تتعاملوا نفس الموقف ده، تعرضوا مشروع، تعرضتوا الانترفيو، تعرضتوا لأي حاجة بعد كده، فخلي بالكم من الموضوع ده، لأن الانطباع اللي بيبان في الآخر للناس هو البرزنتيشن. ممكن يكون أصلا في حد مش عامل شغل كويس، بس طريقة العرض بتاعته تبهر الناس اللي قاعدة، فيديك تقييم عالي جدا وأنت أصلا ما عملتش حاجة، فاهمني؟ فده اللي بيحصل أصلا يعني، فخلي بالكم من الحتة دي ماشي؟ عشان حتى لما تيجي تقعد مثلا تشتغل في شركة ولا حاجة يعمل لك انترفيو، يعني خلي برضو الكلام بتاعك مرتب شوية. في بعض الطلبة كده تحس ان هي مهزوزة شوية، لا مش يعني ما تخافوش من الحاجات دي، يعني انتوا واخدين تقريبا سكيلز، اعتقد انتوا واخدين سكيلز، ف يعني ايه بقى ازاي اتعامل مع الناس، ازاي ان انا اشرح الفكرة بتاعتي، ازاي اتقبل اصلا الاسئلة واجاوب عليها بس يعني. فربنا يوفقكم إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، شكرا شكرا لك، شكرا لك، شكرا. يلا يا شباب التيم اللي بعد كده يجهز. ممكن التيم الأولاني تيم يتفضل لو عاوز يخرج كده. صار وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام. يلا يا أمل.